معانا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق وأيضا عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا 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 يا أستاذ عماد. أهلا بك أستاذ يوسف، تحياتي ليك ولكل المشاهدين. تحياتنا ليك يا أستاذ عماد. يعني حلل لي قدر الاستطاعة، فهمني، اشرح لي أنا والمشاهدين القرارات النهاردة اللي اتكلم فيها الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمره الصحفي على خلفية اجتماع الحكومة. طبعا يعني أنا وافقك الرأي فيما ذهبت إليه. القرارات اللي اتخذتها الدكتور مصطفى مدبولي يمكن أن نرجع يومين فقط لا غير، كان في بداية هذه القرارات لما مجلس الوزراء اتخذ مجموعة يعني أنا شايفها ثورية. أنا كتبت النهاردة بالمناسبة مقالي في الشروق علامة التعجب على هذا الموضوع، أنه قرارات مدبولي ومواجهة جشع التجار، ده كان العنوان، وقلت فيه جزء كبير جدا من اللي حضرتك تقريبا تفضلت بيه، يعني نفس الفكرة. في حاجات كان يمكن تفهم ان هي ناتجه عن يعني شحه في الاسواق، وحاجات لا يمكن تبريرها الا ان هي جشع تجار. الدكتور مصطفى مدبولي يوم من يومين بالضبط القرارات كانت ان ضروره اعلان وضع اسعار واضحه على السلع، وان الدوله لو وجدت اي حد بيخزن او بيرفع اسعار سلع هتصادرها وتبيعها لحساب المواطنين. وده تطور في منتهى الأهمية. طبعا يعني في نقطة انه ما القرارات الإدارية معروف ان هي لا تحدد اسعار السلع، لانه ما يحدد سعر السلع في اي مكان هو العرض والطلب. الدولة المصرية ايمانا بدور القطاع الخاص من فترة طويلة ثابت، القطاع الخاص هو اللي بيقود في عملية الانتاج العديد من السلع، تقريبا يمكن 70% فيما يتعلق بالسلع اللي احنا بنستهلكها، الاكل والشرب والحاجات دي كلها. وبالتالي اللي كان ضابط السوق الى حد ما هو العرض والطلب. العرض والطلب اختل الى حد ما نتيجه سعر الدولار والاستيراد، لكن في الرز على سبيل ما الذي اختل؟ البيانات الاحصائيه اللي الدكتور مدبول اتكلم عليها بيقول انه مصر الانتاج المحلي يكفي ويزيد. انا عندي فائض 400 الف طن يا استاذ عماد. طيب فما هو التفسير انك انت السلعه تختفي او اسعارها ترتفع بهذا الشكل اللي شفناه؟ هو التفسير الوحيد أن هناك جشع تجار لابد من مواجهته في هذه السلعة وسلع أخرى. القرارات اللي اتخذت سواء أول امبارح والتأكيدات اللي اتكلم عنها الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة، أنا شايف أنه هو أهم وأسرع تحرك للدولة المصرية كلها وللحكومة المصرية لمواجهة جشع التجار. وظن الشخصي أن هذا يعني التوجه إذا استمر في الفترة المقبلة بنفس الوتيرة، انا اظن يعني الحكومه هتظهر العين الحمراء للتجار الجشعيين، وده سيقود ان اجلا او عاجلا الى تهدئه الاسواق، لانه لما تاجر يشوف واحد اتمسك لانه غالت السلع او خزنها انا اظن هيكون عامل رادع. قد يقول البعض انه ده لا دخل له بقواعد العرض والطلب، صحيح، وانه العرض والطلب هو الاساس ولا بد من توفر السلع، صحيح، بس احنا بنشوف كمان في نفس الوقت السلع موجوده في السوق. يعني مصر رغم الازمه الاقتصاديه الطاحنه اللي موجوده في كثير من دول العالم لم تشهد انخفاض او غياب اي سلعه باستثناء الحاجات المستورده، بعض خطا غيار السيارات وحاجات، لكن السلع الاستهلاكيه الخضروات والفاكهه، السلع المنتجه، بعض السلع المستورده موجوده في السوق. صحيح. وبالتالي لا يمكن تبرير انه ده قاعده العرض والطلب. القاعده الاساسيه هنا التفسير الوحيد هو جشع التجار، وبالتالي اتمنى ان تستمر هذه السياسه، أن تقوم الإدارات، يعني الدكتور مدبولي والحكومة والرئيس تحدثوا كثيرا عن هذا الأمر، لكن النقطة الجوهرية أستاذ يوسف هي الإدارات التي تقوم بالتنفيذ، وهذه مشكلة مصرية للأسف الشديد. الذي يقوم بالتنفيذ مش رئيس الوزراء ولا وزير التموين، اللي بينفذ هو الأجهزة المحلية، مفتشين التموين. هل هؤلاء الناس كلهم على مستوى الكفاءة والخبرة والفهم والحاجات بحيث انه يطبق ده وبيطبقه بطريقه صحيحه حتى تصل الرساله الرادعه لكل الجشعين؟ هو ده هو ده الناس اللي هتنزل تفتش بنفسها هم دول لازم يفتش، ويفتش بما يرضي الله، ويوقع العقوبه بما يرضي الله، محدش يفوت. بس يا استاذ يوسف المشكله كمان كما تعلم
يعني في حديث انا اظن ما اعرفش حكمه ولا حديث اللي هو بيقول لك ان الله لا يزعه بالسلطان، ان الله لا يزعه بالقران ولكن يزعه بالسلطان. وهو انه في ناس انت لما بتقول لها ربنا هيحاسبك على الغلط هيقول لك ربنا غفور رحيم، لكن لما يتسجن او يدفع غرامه ضخمه جدا هيرتدع. وفي امثله كثيره جدا، الردع القانوني الشديد مش بس القوانين الموجوده عندنا كثير جدا، بس للاسف شديد احيانا لا تطبق التطبيق الكامل، وبالتالي بتعطي فرصه لضعاف النفوس انه يلاقي ثغره هنا او هناك، او يلاقي موظف ذو ضمير فاسد او يعني مش لا يراعي الله. فمن اجل يعني القوانين الشديده والردع الشديد خلق من اجل هؤلاء حتى يرتدعوا. وبالتالي ما فعلته الحكومه المصريه في هذا في الايام الاخيره هو تحرك لابد ان نحييه ونشيد به ونطلب المزيد منه، ونطلب اهم حاجه استمراره. أيوة. بنفس الوتيره المداومه، يعني المداومه طول الوقت. اتفق معك تماما. وبالتالي النقطه الثانيه المهمه هي دور المواطنين نفسهم. يعني اذا الحكومه عملت جزء مهم جدا وهو اصدار القرارات ومفروض المعاقبه، المواطن المصري انا اظن لو ان هناك تعاون وتكاتف من المواطنين في الضغط على الفاسدين او الجاشعين او الناس اللي بيخزنوا السلع والابلاغ عنهم، انا اظن ده ايضا سيساعد الحكومه في هذا الامر. نمرة ثلاثة، جمعيات المجتمع المدني، يعني جهات حماية المستهلك، جمعيات المجتمع المدني المتعددة ممكن تلعب دور مهم جدا، يعيد ليها دورها الحقيقي وهو مراقبة الأسواق شعبيا، بحيث أنها تكون ذراع، مش بس يعني ذراع تمثل الناس وفي نفس الوقت تساعد الحكومة في أداء هذه المهمة. زي اللي موجود بره في جمعيات كتير بتبقى حركات شعبية، مش عارف ضد الغلاء، زي عندنا في مواطنين ضد الغلاء كانت موجودة على ما أتذكر كويس يعني، وكانوا بيقوموا برضو بدور لا بأس بيه على الإطلاق في مسألة ضبط الأسواق، وإنه يكتشفوا المشاكل فين وبيبلغوا الأجهزة المعنية سواء إذا كانت في وزارة التموين إلخ 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 أو المحليات. فإحنا عاوزين المزيد من ده. أشكرك جدا 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 كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ المصري.